مرحبا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. فقرة اليوم قصيرة وسريعة، فقرة دم المرافق للأمراض المزمنة أنيميا أف كرونيك ديزيز. نخلص اليوم حتى ناخذ إن شاء الله الفيديو القادم عن التلاسيميا، فيديو هام جدا. مثل ما اتفقنا، فقرة الدم مع MCV منخفض ميكروستيك أنيميا ممكن يكون ايرون ديفيشنسي، نقص حديد، أو أنيميا أف كرونيك ديزيز مرافق للأمراض المزمنة، أو تلاسيميا، أو لايت بويزنين تسمم بالرصاص، أو سيدروبلاستيك أنيميا. مريض عنده كانسر أو روماتويد أرثرايتس أو أي مرض مزمن، ليش يصير عنده أنيميا؟ الفكرة باختصار، اتفقنا أنه الحديد يمتص من الأمعاء، بعدين ينتقل للترانسفيرين، يروح على أي خلية، فنفرض كبدية، يخزن على شكل فيريتين. طيب، هي آلية دفاعية لحتى يحافظ الجسم على الحديد، أنه ما تأخذه البكتيريا مثلاً، فإذن لازم نحافظ على الحديد. في شيء بروتين كبدي ينظم هذا الشيء اسمه هيبسيدين. لما يكون في حالة خطر، الهيبسيدين تحسه عم يعمل حظر تجوال، يعني ما يخلي حديد يفتر بالشوارع، يخلي الحديد يتخبى. هاي هي الفكرة، يعني رح يخفف امتصاص الحديد، الحديد يبقى بالمخازن، ما بيطلع من الماكروفيج. اوكي، على فكرة ماكروفيج هي بالعات، اسم قناتنا ماكروبيج، يعني تبلع كل شيء، رح ناكل كل شيء. اوكي، ما بنترك اي مصدر، وبالتالي الهبسيدين رح يخلي الحديد يبقى بالمخازن، بالماكروفيج، بالكبد، صح، وما يتحرر، وبالتالي رح الفيروتين رح يصير اعلى، حديد المصل رح يكون منخفض، لانه الهبسيدين رح يمنع تحرر الحديد من هالخلايا، وبالتالي حديد المصل رح يكون منخفض، الفيرتين رح يكون مرتفع. نحن ما بدنا الحديد يطلع برا، وبالتالي البروتينات الناقلة ما بقى في سرافيس، ما في باصات، الترانسفيرين رح يكون منخفض، السعة الرابطة منخفضة. اوكي، هي مفتاح فقر الدم المرافق للأمراض المزمنة. خلينا نشوف النص. في إصابة الخمسجية المزمنة والأورام، اوكي، كرونيك ديزيز كانسرز، فقر دم خفيف. طبعا شوف، هو مذكر لك انه حجم كريات وسطي طبيعي باول، لكن مع مرور الزمن راح يصير ينقص الحجم، راح يصير صغير الكريات، وبالكتب بيحطوا ممكن يكون طبيعي ممكن يكون صغير الكريات، بس انا ليش وجهتك على تصنيف الصغير كريات وسطي وكبير؟ يعني انت بالاول، انت لما تشوف التحليل وتشوف صغير الكريات راح تفكر بامراض المزمنة. اوكي، هو كمرض، كفقر دم مرافق للأمراض المزمنة، ممكن يكون طبيعي ممكن يكون صغير الكريات، بس أنا عم أعلمك طريقة أنك لما تشوف تحليل صغير الكريات راح تفكر بالحديد، وراح تفكر بفقر دم مرافق للأمراض المزمنة. لما تمسك تحليل وكريات طبيعية راح تفكر بالانحلال، راح تفكر بنقص الإيثروبيوتين مع الأمراض مشاكل الكلوية، راح تفكر الأمراض المزمنة. أوكي، طيب، يثبط بروتين الهبسيدين، بروتين منظم أساسي خروج الحديد من الخلايا مما يؤدي إلى فقر الدم، رغم أن مخازن الحديد ممتلية، كلام منطقي وسليم. بناء عليه هذا يقتضي أن الفيرتين راح يكون مرتفع، السعة الرابطة منخفضة، مستقبلات الترانسفيرين الذوابة راح تكون منخفضة، وكينا عنا. كيف مساعدة الشيء؟ بأنك تخفف من المرض المرافق، يعني إذا كان في إنفكشن تعطي أنتيبيوتكس، تعطي مضادات حيوية، إذا كان في كانسر نعمل الاستئصال والكيموثيرابي حسب البروتوكول، وهكذا. التكست الإنجليزي نفس الكلام، اوكي، نورمال ام سي في ذن ريدوست، هاي فيريتين، ريست فيريتين، ريدوست توتال ايرون بايندينج كاباسيتي اند سوليبل ترانسفيرين ريسبتور. اوكي، هذا اهم المعلومات اللي فيه. على الشكل افضل شيء الهبسيدين، اتفق مع هذا الشخص اللي بيعمل منع تجوال، الكل يتخبى، ما حد يمشي بالشارع مشان ما حدا ينأذى. اوكي، تحسه يونس. اوكي، وبالتالي الهبسيدين راح يخبي الفيرتين داخل الماكروفيج، داخل الخلايا الكبديه، ويمنع امتصاصه من الامعاء. والشيء بالشيء يذكر، اذا كان الهبسيدين عم يمنع هذا الجوال، طيب اذا الهبسيدين ما له موجود، معناها الحديد راح يسرح ويمرح برا. شو هو المرض الحديد اللي بيسرح ويمرح بالدم؟ صح، هيموكروماتوسيس.
بالهيموكروماتوسيس الآلية إنه الهيبسيدين المنظم ما هو موجود أو في إصابة أو قليل أو ما هو موجود، وبالتالي الحديد ما راح يتخبى بالمخازن، راح يطلع لبرا. الحديد موجود بالدم، راح يتراكم ببعض الأنسجة مثل البنكرياس، راح يعمل لك ديابيتس، ممكن يعمل لك بالجلد، راح يعمل لك بيسموه برونز بانكريا ديابيتك، صح؟ بالمبيض، بالخصية، بالكبد، وبالتالي هذا هو الهيموكروماتوسيس. القصة بالهبسيدين، وبالتالي هذا فرق الأنيميا أو كرونيك ديزيز. مشكلتي بالهبسيدين إنه هو عم موجود زيادة أو تنبه زيادة وعم يمنع، بينما بالهيموكروماتوسيس الهبسيدين ما هو موجود وبالتالي الحديد طلع لبرا. كلمة صغيرة، هل هذا أنت عم تفكر سريريا، لكن إذا عم تفكر على مستوى الخلايا إنه الهبسيدين، يعني إنه في عندي أنا كانسر أو أي مرض مزمن كرونيك هو اللي يحرض الهبسيدين، شو هو الشيء اللي يخلي الكانسر والديزيز يحرضوا الهبسيدين؟ شو هو الوسيلة؟ عندك بروتينات مثل تومر نكروسيس فاكتور ألفا أو انترفيرون جاما، يعني هي المركبات اللي بتنفرز من الكانسر أو الأنيميا أو عفوا من الديزيزز أو أي مصدر آخر تؤدي إلى زيادة الهبسيدين. هذا مختصر الكلام. إن شاء الله كان الفيديو مفيد. الفيديو القادم عن التلاسيميا وحتى نفكك كل الرموز اللي فيها. سلام.